النهارده معانا موبايل هيغير نظرتك عن الموبايلات، هيخليك تعيد تخيل ايه اللي ينفع في عالم الموبايلات، هيخليك تتساءل اذا الموبايل ده بيقدر يعمل كده ليه بقيه الموبايلات مش قادره تعمل نفس الموضوع. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير. والنهارده معانا موبايل بيكسر مجموعه من الارقام القياسيه، وبصراحه شايفه موبايل يعتبر محرج لباقي الشركات عشان الهاردوير اللي بيقدمه هنا بصراحه مذهل جدا. الموبايل اللي بتكلم عليه اكيد هو الاونر ماجيك في 2، وبصراحه كلمه ماجيك هنا لايقه عليه. بصراحه الموبايل ده بيعمل حاجات سحريه، بيعمل حاجات كده تحسها مش منطقيه، ما كانتش تنفع قبل كده. استعدوا تتعرفوا على هذا الوحش من اونر ماجيك في 2. طبعا هو عباره عن فولدبل، بس ده مش زي اي فولدبل. واذا كان عندك اي نظره مسبقه كده وفكره مسبقه عن الفولدبلز، ده الموبايل اللي جاي يغيرها تماما، عشان الهاردوير هنا بصراحه مبهر جدا جدا. انت بالظاهر كده هتشوف الجهاز شكله عادي نوعا ما، جهاز شكله لطيف، عندك ظهر جلد شياكه بصراحه، كاميرا حواليها برواز كده بيلمع، وبروز الكاميرا مش كبيره عن ظهر الموبايل، بس هتبدا تنبهر لما تبص الموبايل من الجنب وتشوف السمك المش منطقي للفولدبل ده. انا واحد تقريبا جربته واستخدمت تقريبا كل الفولدبلز الموجوده في السوق، وده في مرحله تانية. خليني اقول لكم وبدون اي مبالغه، ده اول فولدبل في العالم وانا شايله وانا حاطه في جيبي احس ان انا ماسك موبايل عادي مش ماسك فولدبل. وزي ما قلت لكم بيحقق ارقام قياسيه، ده فعليا ارفع واخف فولدبل في العالم بفرق واضح. ماجيك في 2 يا جماعه سمكه 9.9 ملي، اقل من 1 سنتي، ده نصين مع بعض كده والموبايل مقفول. ولما تفتح الجهاز النص الواحد او تشوفه كده السمك بتاعه هو مفتوح يطلع 4.7 ملي، ده سمك مش منطقي، انت هتحس انك ماسك حاجه رفيعه بشكل هيستيري. عشان يكون عندكم سياق كده الموضوع، خلينا نقارنه بمجموعه من الموبايلات التانية. الحلو هنا في الموضوع انه بيتخطى المقارنه مع الفولدبلز، بس انت ممكن تقارنه بموبايلات عاديه. بس خلينا نبدا بالفولدبلز. زي فولد 5 مع الماجيك في 2، زي ما انتم شايفين الفرق هنا كبير جدا. اوبو فايند ان 3 ما فيش مقارنه. طيب واحد من الفولدبلز اوريدي رفيعين جدا جدا، البيكسل فولد برضه ستيل مفيش اي مقارنه هنا. عشان زي ما قلت لكم الموبايل ده ما عندوش اي مشكله انك تقارنه بموبايلات عاديه مش فولدبلز اصلا. الاس 24 الترا على اليمين والايفون 15 برو ماكس على الشمال، شكلهم مش بعيد اطلاقا من ناحيه السمك هنا عن الماجيك في 2، ودي حاجه مجنونه. وطبعا مع السمك رفيع الوزن الخفيف حاجه مهمه عشان تحس انك ماسك موبايل عادي، والموبايل ده وزنه 231 جرام، يعني مش بس اخف من كل الفولدبلز الموجوده في السوق، ده اخف حتى كمان من الالترا اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، ودي حاجه مجنونه يا جماعه. فالوزن الخفيف والسمك الرفيع بيغيروا نظرتك تماما للفولدبلز. الناس لسه فاكره الفولدبل دي حاجه كبيره وضخمه واحطه في جيب البنطلون يقع البنطلون ما اعرفش ايه، الموبايل ده غير. طبعا المنطق بيقول ان اول حاجه هتتاثر بالسمك والوزن ده هي البطاريه، بس الغريب بقى ان لا، البطاريه هنا حجمها 5000 ملي امبير، واحده من اكبر البطاريات على اي فولدبل وبحجم بطاريه موبايل عادي جدا. بيجيلك كمان شاحن جوه العلبه 66 واط، شاحن سريع، دي حاجه غريبه يا جماعه. هنا بتستخدم تكنولوجيا مختلفه في البطاريه، هنا البطاريه اسمها سيليكون كاربون ديول باتري، مقسومه نصين هنا عشان تمكنها انها تكون رفيعه جدا وتتحط جوه الجسم الغريب. انا شفتها فعليا البطاريه نفسها عامله زي الورقه، ودي حاجه غريبه. على فكره جوه العلبه كمان بيجي لك واحد من الطف الكفرات اللي تشوفها على اي موبايل، بيجي لك هذا الكفر الكربون فايبر اللي شكله بصراحه شيكه جدا وسمكه يعني غير موجود. دلوقتي مركب الكفر بص تحس ما عملتش حاجه، السمكه لازق في الموبايل. وعندك كمان كيك ستاند موجود هنا ماجنتيك لطيف جدا، ممكن تخليه بالوضعيه دي او كمان تلفه بحيث لو عايز تسند الموبايل كده على الترابيزه، دي حاجه بصراحه لطيفه جدا انها بتجي لك فري. كل عيله بصوا عامل ازاي. طولنا في الكلام عن الديزاين، بس بصراحه يستاهل الموضوع عشان الموبايل مبهر في النقطه دي جدا مقارنه باي حاجه موجوده في السوق. اللي بيخلي طبعا اي فولدبل يكون احساسه يعني مناسب في الايد وانت بتفتحه وتقفله هو الهنج، وأنا بستخدم هنج متطور هنا. الهنج هنا مصنوع من التيتانيوم ويعتبر جيرلس، ما فيهوش جيرز، ما فيهوش اجزاء متحركه، فبيعيش معاك لفتره اطول وعمليات فتح وقفل اكتر. والقفل والفتح هنا بصراحه سلس جدا في الجهاز ده، وتقدر توقف الهنج في اي مرحله زي ما انت عايز، مش لازم يكون يا مقفول يا مفتوح، دي حاجه كويسه. وعندك سناب كده لطيفه وصوت كده مظبوط في الاخر، وبيفتح كمان بطريقه فل. والهنج الممتاز هنا بيخلي لك كمان الشاشه مع كريس خفيف جدا هنا، ده واحد من الكريسز
اللي دوبك بتحس بيها بس وتشوفها في انعكاسات الضوء، بس مش حاجة عميقة إطلاقا. وعشان الكريس خلينا نتكلم دلوقتي على الشاشات، ونبدأ بالشاشة الخارجية اللي تعتبر زي ما شايفين الشاشة حجمها لطيف جدا. الشاشة دي اسبيكت ريشيو فيها 20:9، يعتبر زي موبايل عادي، زي حاجات كتير في الموبايل ده. بزل صغيرة، فتحة كاميرا صغيرة، الهنج مش بارز بره اطلاقا، فاستخدام الموبايل تحس انك ماسك موبايل عادي فعليا حتى وانت ماسك الشاشة وهي مقفولة، وبتديك زي ما شايفين مساحة كويسة جدا انك تستخدم الموبايل وهو مقفول فترة طويلة من غير ما تحس انك لازم افتحه عشان ارد على مسجات او حتى ايميلات وما الى ذلك. شكل الشاشه كويس جدا هنا، والمواصفات كمان كويسه جدا. الشاشه طبعا اموليد فول اتش دي بلس 120 هرتز ال تي بي او، والاضاءه بتاعتها كمان توصل لحد 2500 نتس. اونر كمان بيستخدم هنا الجيل الجديد من نانو كريستال جلاس، التكنولوجيا الغريبه اللي بيستخدموها عشان يخلوا الازاز اقوى 10 مرات من الازاز الطبيعي. احنا جربناش نعمل دروب تيست في موبايل زي ده، مش عايز اجرب، بس جربنا في موبايلات ثانيه من اونر وبيستحمل جدا. مشيت على موبايلات من اونر بالعربيه بصراحه غير ما يحصل لها حاجه، فدي حاجه اكيد كويسه. وعشان الموبايل كمان يحافظ على عينك، الشاشه دي تدعم بي دبليو ام 3840 هرتز، رقم عالي جدا، فمش هتحس باي فليكر على اي درجات اضاءه، ومش هتحس باجهاد في عينك حتى لو استخدم موبايل لفتره طويله. والكلام ده على فكره مش بس على الشاشه الخارجيه، ولكن حتى كمان على الشاشه الداخليه. هي السبب الاساسي اساس انك تشتري الفولدبل. عندك هنا شاشه عملاقه 7.92 انش، داخله على 8 انش، والاضاءه بتاعتها توصل لحد 1600 نتس. طبعا اموليد، شكلها خطير بصراحه، شكلها ممتاز. الشاشه هنا اكيد شارب 2156 في 2344، نفس الحاجات المهمة اللي انت عايزها في الشاشات الخارجية موجودة هنا، زي LTPO 120 هرتز، 1 بليون كولر، HDR10 بلس، IMAX انهانسد. ما فيش حاجة انت محتاجها مش هتلاقيها في الشاشة دي، شكلها حلو جدا. والكريس الخفيف هنا بيحسن كمان تجربة المشاهدة اكتر واكتر، الشاشة شكلها لطيف جدا. الكريس يعني يا دوبك باين في الزوايا الحادة، لكن وانت باصص الموبايل كده هتلاقي انك باصص على شاشة عملاقة فعلا، تبقى عايز تتفرج على فيديوهاتك وجيمز وافلام على الشاشه الكبيره دي. فزي ما شايفين الهاردوير لحد دلوقتي رهيب، مذهل. الهاردوير قنبله مقارنه بكل الفولد الصراحه، بس تيل في حاجات كنت اتمنى تكون موجوده هنا، زي مثلا مفيش مقاومه غبار وميه، مفيش اي بي ريتنج للجهاز ده، ممكن يستحمل 13 وما الى ذلك، بس مفيش حاجه رسميه. ومفيش كمان شحنه لاسلكي بيجي لك هنا، يمكن برضه حاجه من الحاجات اللي مخليه رفيع زياده. مفيش مكان هنا للكويل اساسا بتاع الوايرلس تشارجنج. فيما عدا ذلك عندك مواصفات ممتازه هنا، عندك سناب دراجون 8 جين 2، ما اظنش في فولدبل نزل لسه بجين 3 لحد دلوقتي، فاحنا ماشيين مع اقوى حاجه فيها هنا بفولدبلز. عندك 16 جيجا رام في النسخه المعادي، وذاكره داخليه 512 جيجا، والاداء صاروخي هنا. في فيبر تشامبر كبيره جدا مركباها كمان اونر في ظهر الجهاز رغم السمك رفيع عشان تحسن التبريد، وانا ما حسيتش باي مشاكل ادائيه في الجهاز ده، كل حاجه سلسه ولطيفه. طبعا عندك سماعات ستيريو كويسه جدا، عندك بصمه في زرار باور بتشتغل برضه كويس جدا، نظام فايبريشن كويس جدا. خلينا نتكلم دلوقتي بقى على السوفت وير. في حاجات هنا لطيفه وممتازه، وفي حاجات تعتبر اولد سكول شويه، عشان السوفت وير هنا مهم في عالم الفولدرز. اولا احنا شغالين هنا مع ماجيك او اس 7.2 المبني على اندرويد 13، لسه ما جاش 14 لحد دلوقتي، وال14 المفروض في حاجات كتير خاصه بالفولدرز المفروض هنشوفها هنا قريبا ان شاء الله. بس من الحاجات اللي عجباني اللي حطها اونر في الجهاز ده حاجه اسمها بارل سبيس، دي بتفتح لك لازم استخدم الباسورد او استخدم البصمه، بتفتح لك كانه موبايل تاني، موبايل موازي، تقدر تعمل حاجات مختلفه تماما هنا عن السوفت وير الاصلي. فكل الحاجات دي مش مربوطه بالاكونت الموجود على الموبايل اساسا، يعني ممكن اعمل ساين ان بجوجل اكونت تاني تماما، كاني ماسك موبايل مختلف فعليا. الجاليري هنا غير الجاليري التانيه، يعني مثلا ما صورتش حاجه في البارل سبيس فمفيش اصلا حاجات هنا. كل الابلكيشنز الموجوده هنا حتى لو نفس الموجوده في الاكونت الاساسي بتاعك هتكون تقدر تشغلها باكونت تاني تماما. والكلام ده تقدر تضيف اي ابلكيشنز انت عايزها او تنزل ابلكيشنز مختلفه تماما من الماركت زي ما شفتوا، فكانه موبايلين في موبايل واحد. لو انت عايز جانب للشغل وجانب للحياه، جانب لشغل وجانب لشغل تاني، ده موضوع لطيف. تقدر تنقل الفايلات من السبيس ده للسبيس الاساسي او الى تنقل الفايلات من هنا لهنا، دي حاجه لطيفه. وكل الحاجات دي متامنه بالبصمه او بالباسورد بتاعك، ولما تيجي تطلع بيعمل كلوز للباب كده زي ما شفتوا، فعندك موبايل مخفي جوه الايكون ده فعليا، محدش هيوصل له الا انت. دي حاجه لطيفه بصراحه، بتفصل كده عالم تاني، مش بس ابلكيشنين باكونتين مختلفين، انت كان عندك موبايل كامل. من الحاجات الحلوه كمان السوفت وير بيتعرف اوتوماتيك على الابلكيشنز ويفتحها لك على الفول سكرين، مش محتاج تعمل اي حاجه،
اكس مثلا او حتى انستغرام بتاخد الانترفيس الجديد بيجيب لك الايكونز على الجنب وكل حاجه بتشتغل كويس مباشره. ده واحد من الموبايلات الكويسه جدا انك تستخدم وان ابلكيشن، لو عايز كانك تستخدم تابلت مثلا عشان عايز تشغل ابلكيشنز بشكل اكبر وحجم اكبر، ده لطيف جدا. المالتي تاسكينج هو اللي فيه اولد سكول بقى زي ما قلت لكم، يعني مفيش البار اللي بيفتح تحت ده زي ما شايفين، ما عندكش البار هنا. عايز تفتح ابلكيشن تاني لازم تسوايب من الجنب وتختار واحده تانيه من الكوكتيل الموجود هنا. ممكن تاخد حاجات ريسنت وبيشتغل كويس، بس مفيش طريقه سريعه زي ما كنا بنشوف قبل كده من بعض الابلكيشنز التانيه من بعض الاجهزه التانيه انت تاخد ايكون من هنا مباشره، لسه ما جاش. المفروض حقيقي، بس تقدر تعمل حاجات كتير، تقدر تعمل هوريزونتال سبليت، تقدر تخلي الابلكيشنز مفتوحه بالعرض في بعض الموبايلات، صدق ولا تصدق ما تقدرش انك تعمل كده. وتقدر كمان تفتح فلوتينج ويندو لو عايز مثلا تخلي ابلكيشن مفتوحه فوق الابلكيشنز زي الكالكوليتر وما الى ذلك، وتكبرها وتصغرها وتحرك مكانها. ده كلام لطيف، لكن لسه الحاجات بتاعه البار بتاعه اندرويد 14 اللي احنا عارفينها حديثا ما وصلتش هنا، بس ان شاء الله جاي قريب. فعلى الوضع الحالي الموبايل ده لطيف جدا في استخدام ابلكيشن واحده كبيره جوه، دي الحاجه اللي بيتميز فيها. المالتي تاسكينج هياخد منك اطول شويه عشان السوايب اللي تطول شويه من الجنب، لكن المفروض ان شاء الله مع الابديتس اللي جايه نشوف تطور اكتر في موضوع المالتي تاسكينج هنا. اما بالنسبه للكاميرات فالماجيك في 2 بيجي لك مع ثلاثه كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل فيها او اي اس، كاميرا 20 ميجا بكسل تليفوتو بتديك 2.5 اكس زوم وبرده او اس، وكاميرا الترا وايد 50 ميجا بكسل. يعني عندك سيستم كاميرات بيغطي لك تقريبا كل اللي انت عايزه هنا من الابعاد والمسافات. اداء الكاميرات تعتبر كويس جدا. الموبايل بيميل ان هو يعني الهايلايتس يعليها شويه او يضرب الهايلايتس زياده شويه، بس الالوان بصراحه شكلها كويس جدا هنا. الديناميك رينج مش سيء اذا مش بتحطه في مواقف صعبه زياده، والتفاصيل تعتبر كويسه جدا من الكاميرا الاساسيه هنا. كاميرا الزوم هنا بتديك فيو لطيف، مش احسن تفاصيل، يعني الصوره وهي تبصص لها كده شكلها كويسه، لكن لما تزوم هتلاقي ان التفاصيل سوفت شويه فيها، بس تقدر تكمل في زوم على فكره لو عايز بعد كده لحد 30 اكس اللي بيطلع لك صوره بهتانه شويه، بس يعني لو عايز تشوف حاجه كده من بعيد شكلها اوكي. بس الالوان في الكاميرا دي كويسه، ولحد 10 اكس بصراحه الصوره تعتبر مستخدمه وتقدر تلقط بيها لقطات لطيفه. كاميرا الالترا وايد هنا كويسه جدا، والالوان تعتبر قريبه من الكاميرا الاساسيه، عاملين ماتش كويس هنا في درجات الالوان، وفيها تفاصيل كويسه مقارنه بكاميرات الترا وايد كتير بنشوفها مع ميجا بكسل اقل من كده في موبايلات ثانيه. وعامه نظام كاميرات لطيف، مش احسن كاميرات شفناها من اونر عشان اكيد ده مش فلاج شيب الكاميرات بتاعهم، بس كاميرات بتقضي الغرض معاك ومش هتتضايق او تحس التضحيه انك ماسك فولدبل في كاميراته وحشه وكده. بتقدر على فكره تصور 4K من كل الكاميرات هنا، نظام التثبيت كويس جدا، وتقدر تحول ما بين الكاميرات وانت بتصور كمان الفيديو، ترانزيشن واضح شويه بس بعد ثانيه كده بيلقط معاك يبقى شكله كويس، واداء الفيديو مش سيء اطلاقا. كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل تديك الوان لطيفه، السكين تونز شكلها كويس، التفاصيل كويسه لو انت مش بتكروب قوي بتزوم فيها. عندك طبعا بورتري مود بيتعرف على الحدود بشكل كويس بصراحه غالب الوقت، بيلسع الهايلايتس احيانا لو الشمس وراك، بس بيطلع نتائج تعتبر مقبوله جدا جدا. اوفر اول نظام كاميرات يعتمد عليه، بس مش دي الحاجه اللي بيقدمها الموبايل كحاجه جديده ومميزه يعني مقارنه بباقي الفولدرز. الحاجه الجديده والمميزه فعليا هي التصميم، المسكه في الايد، شعور في الايد ده هو الحاجه الاساسيه في الموبايل ده، ان انت اخيرا ماسك فولدبل ممكن جدا تخدع حد وهو ماسكه ان هو ماسك موبايل عادي، من ناحيه الوزن، من ناحيه السمك، من ناحيه الاحساس في الايد، ده موبايل عادي يا جماعه. اخيرا وصلنا لمرحله ان الفولدبل بقى في الايد احساسه زي الموبايل التقليدي، ودي نقطة مهمة جدا ونقطة تحول أتمنى إن احنا نشوفها تتحسن أكتر وأكتر كمان في بقية الفولدبلز في المستقبل. وأكيد برضو لازم أقول برافو أونر على الموضوع ده، عشان ده أول موبايل فعلا يحقق هذه المعادلة الجديدة. وإذا نفسك في فولدبل تحطه في جيبك ما تحسش إنك شايل فولدبل، هو ده أول واحد فعليا بيحقق الموضوع ده. بس دي كانت كل حاجة النهاردة عن الماجيك في 2 من أونر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، أكيد هنزل لكم لينكات لهذا الجهاز في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان تعرفوا عنه تفاصيل أكتر وتاخدوا عروض وحاجات لطيفة كمان هنا. وما تنسوش كمان تابعونا على انستجرام في تويتر لو تحت الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان جرس التنبيهات عشان في حاجات كتير قوية الفترة الجاية إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.